انقضى العيد وحان موعد الجد الوزاري، الأسبوعان اللذان استمهل بهما رئيس الحكومة مرحلاً الخلاف الوزاري على أساسهما لإمرار عيد الفطر بسلام وهدوء انتهيا، وتاريخ 23 من الجاري لم يعد ببعيد. الجلسة الأخيرة للحكومة التي شهدت مشادة كلامية نارية بين الوزير باسيل والرئيس سلام والوزير أبو فعور، واستطبعت باعتصام وتصعيد عوني في الشارع، اختتمت بالاتفاق على تخصيص أول جلسة وزارية بعد العيد للبحث في آلية عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي. فهل طرأت أي حلحلة على هذا الموضوع في ظل مطالبة وزير البيئة محمد المشنوق بإدراج مسألة النفايات المكدسة في الشوارع على جدول أعمال مجلس الوزراء كبند طارئ؟ أنا ما بعتقد أنه صار في أي حلحلة بموضوع آلية عمل الحكومة، لأنه الكل يعني كل فريق واقف على مواقفه زناده. طبعا التيار الوطني الحر كان هو مع آلية الإجماع بداية، ثم شاف أنه هيدي الآلية مش عم تزبط مع مشاريعه، فحول وطلب أنه تتغير الآلية. ما وعدنا به على أثر فك التظاهرة هو أن يجري البحث بالآلية أو إعادة العمل بالآلية اللي اعتمدت توافقياً. لا يجوز اعتماد التصويت بالنص زائد واحد أو غيره، لأنه هي هذه الحكومة تتمتع بصفتين، صفة حكومة وصفة رئيس الجمهورية. لا أنا بدي أسأل يعني هلأ موضوع النفايات، بكرة إذا تكومت النفايات بشوارع بيروت وبشوارع المدن كلها، أنه شو بيكون، شو أي أهم آلية عمل الحكومة، ولا كيف نقدر نحل موضوع النفايات؟ هلا يمكن موضوع الحرائق على أهميته وموضوع النفايات على أهميته، بس يعني في هون تضليل للرأي العام، إنه منه موضوع مستعجل الآلية. كل شيء مستعجل. أنا بعتقد إنه جلسة الخميس رح تتعاطى مع الأمور الوطنية الملحة وعلى رأسها موضوع النفايات، وممكن إنه تتطرق إلى آلية عمل الحكومة. الآلية والتعيينات العلاقة بالتوازنات، العلاقة بالمبدأ المشارك اللي هو الأساس. التيار الوطني الحر لا يزال على مواقفه، المعركة معركة وجود وشراكة وحقوق للمسيحيين على أساس آلية عمل مجلس الوزراء والتعيينات، مسائل تختصرها المناشير التي يستمر العونيون في توزيعها، عنوانها نعم أنا مسيحي ولن أقبل بتهميشي. الموضوع مش انه نحن بدل جان قهوجي بدنا نعين شخص مسلم، ما حدا عم بيطالب انه رئيس الجمهورية يكون رئيس مسلم. انظري الى من يتكلم بهذا الموضوع يعني ترين الجواب على وجهه. اليوم في يمكن اكثر شوي او اقل شوي تلت النواب المسيحيين يأتون فقط باصوات المسيحيين، بينما التلتين يأتون باصوات المحاذل الطائفية الثانية. ولما بيتهمونا أنه مسائل شخصية، لا طب قولينه، طب ما هو الفيصل. هل مستمر التيار الوطني الحر باللجوء إلى الشارع؟ أكيد شارع وغير شارع. الاتفاق أمر يبدو صعب المنال بين الأفرقاء في هذه الفترة على الأقل، وتقاذف الاتهامات والاتهامات المضادة يبقى عنواناً للمرحلة الراهنة، خصوصاً بعد دخول النفايات بنداً خلافياً فواحاً إلى جانب التعيينات وآلية عمل مجلس الوزراء. دارين دعبوس، قناة الجديد.